العديد من الناس كتموت كل نهار، وتقدر تكون انت واحد منهم الا قررتي في يوم تخرج من الدار. احنا الان في مرحله جد حرجه، حيث كل يوم كيخاطرنا واحد من حبابنا سواء في بلادنا او في بلاد غيرنا. كورونا الخوت قضيه حياه او موت، انك تبقى في دارك راه ماشي سجن مؤبد كيف ما كتعتقد، وانما اجراء ضروري باش تحافظ على صحتك وصحه العائله ديالك والوطن ديالك في ظل هذه الازمه الخانقه. بزاف ديال الناس ضحوا من اجل بقائك على قيد الحياه، منهم العسكر، البوليس، الاطباء والممرضين، فلهم جزيل الشكر من هذا المنبر. فاذا بغينا نحاربوا هذا الوباء لازم نحافظوا على المسافه بيناتنا، ونقللوا من السلام على بعضياتنا، ونغسلوا يدينا لمده 20 ثانيه. شعارنا الاول والاخير بقى في دارك حسن ليك وليا، حيث هو الحل الوحيد اللي يقدر يخلي كورونا تغادر بلادنا بصفه نهائيه.